السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معانا حلقة جديدة، وبناء على طلب المشاهدين وبناء على الرسائل اللي جات لنا على صفحة البرنامج، رسائل كتيرة جدا بيطلبوا الشيخ عبد الشافي تاني، عايزينه وعايزين حلقات كتيرة معاه. فبناء على طلب حضراتكم طبعا استضفنا الشيخ عبد الشافي. الشيخ عبد الشافي عبد المنصف خطيب وإمام مسجد ومحفظ قرآن كريم وراقي شرعي لحل وفك السحر والحسد، وكمان عمل الحجامة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضراتكم، الحمد لله، منورنا يا شيخ عبد الله يرضى عليك الشافي. ويرضيكم، أنتوا المنورين. النهاردة إن شاء الله، وعشان ندخل في الموضوع على طول، موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة موضوع مهم جدا، الناس مستنياه، الناس هي اللي طلبت ان احنا نتكلم في الموضوع ده. ان شاء الله بإذن عشان الله. ندخل في الموضوع على طول، احنا عايزين بقى نعرف، وده سؤال الناس اللي احنا هنتكلم، ده السؤال بتاع النهارده. ان شاء الله لينا حلقات تانية كتير ان شاء الله. بإذن الله. كيفيه التخلص من السحر المأكول والمشروب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي انسان عايز يعرف نفسه في سحر كله او شربه بيحس باعراض بتظهر عليه. اولا بيحس بانتفاخ في المعده، بطنه بتكبر، بيحس بغازات كتيرة، بيحس بترجيع للهواء اللي هو بالبلدي كده اسمه التقريع، الإحساس ده، ويحس انه عايز يرجع بس مش قادر، يجي ياكل أي لقمة خفيفة كده تنفخ بطنه، ما يبقاش عايز ياكل، يا إما ياكل كتير ما يبانش عليه. أعراض السحر ده بيبقى شارب سحر أو واكل سحر، وبيحس إحساسه بقى بيحس بألم شديد في الجنب الشمال وانتفاخ في البطن، انتفاخ وعلو في البطن. عشان يتخلص منه في طرق كتيره جدا يتخلص منها. اولها ما تحتاجش لحد، انت طبيب نفسك، ما تحتاجش لحد، وبالقران كله. اول حاجه بتجيب كيس ملح وتحطه في ازازه لتر ونص ميه، وترجها كويس وتدوب الميه في الملح وتشرب الملح. واحد يقول لك انا عندي الضغط الملح هيأذيني، لا مش هيأذي، انت مش هتاخد دقيقه، مش هيستغرق ان هو الجسم هيمتصه، لا انت بتشربه في المعده، بعد ما بتشربه بترجع، ما قدرتش رجع حط صبعك، تكون غاسل ايدك منظفه كويس، وتحط صبعك في بقك ورجع، رجع كل الميه اللي في بطنك. ليه؟ عشان الملح بالميه بيحرق السحر وبتخرجه بره، السحر ما بيقبلش الملح. ولذلك الانسان اللي بيروح يستحمى في الميه بالملح المالحه في البحر بيبقى كويس، صحته كويسه. فالملح ده بيدخل على السحر بيحرقه من المعده. غير كده واحد يقول مش قادر استحمل الملح، هقول لك طريقه حلوه بقى. هتيجي ماسك ازازه الميه لتر ونص دي قدام منك والغطا بتاعها مفتوح، وهتكون متوضي ومصلي ركعتين وقاعد جاهز، ازازه قدام منك والميه قدام منك في دوره او في اي شيء انت حاطه قدام منك، وتقرا سوره ايه الكرسي، تقرا ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكل ما تيجي عند ولا يؤوده حفظهما كررها ثلاث مرات. هتقرا الايه دي، الايه دي سرها خطير جدا على السحر. هتقراها 21 مره على الميه. 21 مره على الميه. صوابعك فيها 15 وكمان صبعين بستة، وانت بتعد على كل عقله من صوابعك. 21 مره ايه الكرسي. كلمة ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي مفيش حاجة تعجز على ربنا أبدا أبدا. فأنت بتقرأ الآية دي 21 مرة على المية، وابدأ ارفع الإزازة، سمي الله وارفع الإزازة وخد شفطة منها والحمد لله، تسمي الله كمان شفطة والحمد لله، وتسمي الله المرة الثالثة وتشرب الإزازة كلها، مية حلوة اهي ما عليهاش حاجة. المية دي بتنزل بقدرة ربنا سبحانه وتعالى وفضل هذه الآية، بتنزل على السحر بتحرقه، تبدأ ترجع. لو انت مش قادر ترجع حط صبح في جوعك ورع، بس لازم تشرب الازازه كلها، حط صبح في جوعك ورجع غصب عنك، رجع ما تخافش وما تتهزمش وخليك قوي. مش هتقدر تشرب في الاول لان السحر اللي عندك بيمنعك، فانت خليك قوي على نفسك وعلى هذا السحر، اتغصب عليه غصب عنك واشرب. بعد ما تشرب، لو شربت ازازه ميه بملح هترجع تشرب، تأكد نفسك من شغلك بميه حلوه مقري عليها قرآن. ما قدرتش تشرب ميه الملح، هتشرب الميه اللي مقري عليها القران ايه الكرسي 21 مره، وهتشوف نفسك بعد كده. لما تخلص خالص الترجيع من المعده،
اخر حاجه بتنزل سائل اصفر، ما تسيبش الترجيع الا لما ينزل من معدتك سائل اصفر. السائل ده هو ده النهايه بتاعت المعده، خلاص اتحرق السحر ونزل ورجع من معدتك تاني، والسحر ما عادش فيه سحر في معدتك، ولا هتحس باعراض انتفاخ، ولا هتحس باعراض شيء، ولا اي ترجيع، ولا اي ريح، ولا اي شيء، ولا اي شيء تاني، وهتاكل وتشرب وهتنام. ده السحر اللي في المعده بس بيتفك بالطريقه دي. في طرق تانيه بقيه الناس يقول لك هات مش عارف حاجه من عند العطار واشربها، هات حرمل، هات مش عارف ايه، هات ايه، ما تجيبش حاجه من عند حد، انا مش هكلفك حاجه ولا تشتري حاجه ولا تشرب زيت ولا تشرب حاجه خالص، ولا تكلف نفسك بحاجه ولا دهان ولا بتاع. لو السحر طلع من معدتك واستريحت، قوم اقف وجرب نفسك وشوف نفسك وحس بنفسك. لو قدرت تقرا ايه سوره الزلزله 31 مره وانت رجليك في ميه بملح وقدرت تقراها ما عادش فيك حاجه، تاكد ان السحر عندك اتفك. تحط رجليك في ميه بملح في باستيلا او في حله صغيره او في اي ابريق من الفشت البلاستيك ده، وتحط فيه كيس ملح وتحط فيه ميه وتدوب الملح في الميه وحط رجليك في الميه واقعد وامسك المصحف لو انت مش حافظ سوره الزلزله، او ممكن تكتبها في الاول خالص قبل ما تقراها وتحطها قدام عينك كده وتقرا سوره الزلزله 31 مره. لو قدرت تقراها 31 مره من غير ما يحصل لك اي اعراض، تاكد ان السحر اللي عندك اتفك. ولو في اي حاجه انا تحت امرك، اسالني في التليفون ومش هبخل عليك. اي حد يتصل من اي مكان تحت امركم، مفيش مشكله. ده السحر اللي هو ماكول ومشروب. في اسحار تانيه، لان السحر له انواع كتير جدا. في سحر سفلي، سحر مش عارف ايه، سحر ايه، اسحارنا انواع كتير جدا. فان شاء الله باذن ربنا كل حلقه ان شاء الله هنبدا نشرح كيفيه التخلص من هذا السحر جزء جزء من على الجسم، عشان تبقى نظيف خالص وانت بنفسك، ما تستعينش غير بالله بس. ما تقولش لحد ولا تطلب من حد، اطلب من الله. واقرا على الميه وانت خاشع للميه ومتاكد تمام التاكيد ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك في القراءه وهيكرمك بالشفاء باذن الله، وتكون مقتنع. مقتنع باللي انت بتعمله، ومقتنع ان ربنا هينصرك، وتظن بالله خير ربنا هينصرك وان شاء الله السحر هيتفك من معدتك سواء كان ماكول او مشروب. معانا مداخله. اتفضلي. معانا مكالمه. السلام عليكم. رحاب من كفر الشيخ. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا رحاب. ممكن بس اكلم الشيخ؟ اتفضلي اتفضلي، الشيخ معاكي، اتفضلي سؤالك. اتفضلي حضرتك. انا يا شيخ ساعات كده وانا رايحه انام بحس ان ظهري اصلا ظهري كله الصبح كده وانا نايمه من احس ان جسمي كله متكسر بيوجعني، وانا بوطي احس ان ظهري بيوجعني وايدي على طول بتعرق، واحس ان كده ان في زبزبه في جسمي زي ما يكون يعني زبزبه كده في جسمي كله، حاجة بتتحرك في الجسم كده وانا نايم برعشة يعني كده في كل مكان جسمي. ألف سلامة عليكي. حضرتك بتحسي وانت قاعدة في البيت بتاعك في شقتك؟ نعم. حضرتك سمع. حضرتك بتحسي وانت قاعدة في البيت بتاعك في شقتك ان انت متضايقة وعايزة تخرجي؟ بتحسي بخنقة ومش قادرة تقعدي في البيت يعني؟ بحس بخنقة بس مش بعوز اخرج. طيب الشيخ هيجاوب. معدتك بتنتفخ؟ لا لا. طيب صلي على الحرنب. انت كده معاكي سحر أرضي أو سحر سفلي مخطياه، ركبك بتوجعك؟ ركبك بتوجعني ساعات بس مش كل الأوقات، بس مش كل الأوقات. بيجيلك صداع؟ بيجيلك صداع؟ ساعات وساعات. طيب عندك أب؟ ساعات بحس إن أنا تايهة كده. تمام، عندك أب؟ أبويا موجود بيصلي؟ وبيصلي مواظب على الصلاة؟ طب الخط اتقطع. طيب عموما يعني لو حضرتك هتتصل عليا هقرا لك في التليفون وباذن الله ربنا هيشفيك من كل حاجه. يعني ارقام الشيخ عبد الشافي، الارقام بتاعته بس ده تنويه، ارقامه هتبقى موجوده هتنزل على الشاشه. الارقام معانا، اللي مش هيقدر يتواصل معانا على التليفون ويسال او الخط هيتقطع يتصل بالشيخ عبد الشافي مباشره، دي ارقامه موجوده، هيستقبل كل المكالمات، هيرد على كل الناس ان شاء الله باذن الله. وهو النهارده معانا متطوع بيشرح للناس موضوع السحر اللي بيتشرب او كيف نتخلص من السحر. حضرتك الاخت اللي كانت بتسال، الف مليون سلام عليكي. لو عندك اب بيصلي ومواظب على الصلاه، هيحط ايده اليمين على ظهرك اعمالا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا تالم شيء من جسدك فضع يدك اليمنى على ما تالم من جسدك واقرا
ما تيسر من القرآن، الرقية الشرعية. الرقية الشرعية عشان تقريها بإذن الله هتبدأي بالفتحة، هتقريها 7 مرات أو باباك يقراها 7 مرات، وبعدين بعد ال7 مرات هيقرأ أوائل البقرة من أول الآية 1 لغاية الآية 5 لغاية هم المفلحون 7 مرات، وبعدين هيقرأ آية الكرسي 7 مرات، وبعدين هيقرأ خواتيم البقرة آخر آيتين أو آخر 3 آيات من سورة البقرة 7 مرات، وهيقرأ قل يا أيها الكافرون 7 مرات، قل هو الله أحد 7 مرات، قل أعوذ رب الفلق 7 مرات، قل أعوذ رب الناس 7 مرات، وبإذن الله ربنا هيشفيكي من كل مرض ومن كل ضر ومن كل سحر ومن كل حسد بإذن الله. بس واصبي على كده لمدة 7 أيام، أنت من أول جلسة هتصحي، بس 7 أيام ليه؟ علشان جسمك يتقفل من أي شيء يضره من السحر. واقري سورة ياسين على مية 3 مرات واشربيها، وبخي جسمك بيها بالبخاخة كده، بخي جسمك بيها بس بره الحمام مش جوه الحمام، في أوضة النوم بتاعتك، وقلعي وبخي جسمك بالمية كلها، مية سورة ياسين، واشربي منها، وربنا سبحانه وتعالى يشفيكي والله هو الشافي. ولو في أي حاجة أنا تحت أمركم وإذنكم، أي حد عايز يسأل، أي حد عايز يستفسر، أي حد عايز يتعالج، أنا مش همنع عنه، إن أنا مش هبخل عليه بإن أنا نقرأ له في التليفون، أروح له البيت، اللي هو عايزه أنا تحت أمره وإذنه. احنا منزلين ارقام حضرتك طبعا على الشاشه ان شاء الله، علشان الناس اللي مش هتعرف تكلمنا ان شاء وطبعا الله. احنا جات لنا رسائل كتير على صفحه البرنامج، تحت امركم. وفي برضو اسئله كتير قوي الناس بتسالها. طبعا الشيخ جزاء الله كل خير يا رب، ربنا يرضى عليك وربنا يكرمه. هو قال انا تليفوناتي مفتوحه لاي حد عايز اي استفسار اي سؤال، انا تحت امره، ويا ربنا يكرمك يا رب. الله يرضى عليك ويرضيك. طب السحر اللي احنا اتكلمنا النهارده عن السحر، السحر المشروب والمأكول، ان شاء الله بقى حضرتك معانا حلقات تانية هنتكلم الله عن بقيه انواع، في انواع نقول كتير. بس كده انواع السحر، انواع كتيره جدا. في سحر اسمه السحر السفلي، هنقول انواعها بس ونتكلم يهودي عنها بعدين. وفي مس، السحر ده لما بيطول مع الشخص بيتقلب لمس. يعني ايه مس؟ يعني بيشوف جنيه، بيشوف جن، بيشوف خيالات سودة، بيجي له حاجات في البيت، كوابيس في النوم اثناء النوم، بيبقى يجي له تعابين، يجي له فران، اي حاجات حشرات وحشه، دي بيبقى سحر مسلط عليه او مكلف عليه او مرسل عليه، او سحر مدفون في سحر مدفون في تراب في حديد في اي مكان السحر موجود، او متعلق على شجر. في اسحار كتيره جدا، في سحر بالمرض، سحر بتقليع الشعر، سحر بقص الشعر، سحر بالتفريق، ان انت عايزه تتطلق من جوزها هو عايز يسيب مراته، بتصوره له ان هي حاجه وحشه قدام منه. سحر بالربط، ان الراجل ما بيقدرش ينتصب ويقعد يلمع الست بتاعته في الجماع اللي ربنا شرعه، ما بيقدرش. كل اسحار دي لها حل، ولها حل في بالعنوسه. في شيخنا نعم، في سحر بالعنوسه، انه وفي سحر الوقف الحال بالست، البنت ما تتجوزش او الراجل ما يتجوزش، يروح يخطب ما حدش يرضى بيه. وفي البنت تيجي وتبقى خلاص هينتهي حفلة الزفاف، هتتعمل ولا الخطوبة هتتعمل، تفركشها، لأن أصلا السحر مسلط عليها أنها ما تتجوزش، ما ترتبطش بحد. وفكيت لناس كتيرة جدا جدا أن ربنا كرمهم وعزموني في أفراحهم، ورحت لهم وبقوا مصدقين نفسهم بفضل ربنا عليا وعليهم، والحمد لله والحمد لله. ناس كتيرة جدا جدا جدا، وناس قابلوني بالصدفة وقرأت لهم قرآن وربنا أكرمهم، وكان عندهم 35 سنة 36 سنة وربنا أكرمهم واتجوزوا، وهذا من فضل ربي علي وعليهم، مش علي أنا لوحدي، عليهم قبل مني. لأن وما بكم من نعمة فمن الله، أنا ما بنعملش حاجة من نفسي، أنا بناخد من قرآن ربنا وبنقراه عليكم، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بن علي ويشفيكم، وربنا يشفي كل مريض ويمنع أي إنسان يوصل نفسه للعراف أو الساحر، حرام عليه، لأنه بيكفر بما نزل على محمد. ما حدش يروح للساحر، ما حدش يروح للعراف، ما حدش يقول لك هات اسمك وانت اسمك ايه، وخد شويه بخور، خد شويه زيت، خد شويه بهر كهر عسل، خد، ما تاخدش حاجه، خد قران ربنا، اشرب كل شم قران، هو القران فيه كل شيء، خذ من القران ما شئت لما شئت. فضل ربنا علي اصعب الاسحار بتتسكوا قدام مني بقرايه القران، بتلاوه القران. عندك رقيه علمتها لك المره اللي فاتت، ورقيه علمتها لك النهارده، اللي هي 7 مرات الفتحة، 7 مرات أوائل البقرة، 7 مرات آية الكرسي، 7 مرات خواتيم البقرة، 7 مرات قل يا أيها الكافرون، 7 مرات قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق 7 مرات، قل أعوذ رب الناس 7 مرات، وفي الآخر قل اللهم إني اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ،
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسن يا حسن. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات اللي هي القرآن الكريم، كلمات القرآن كلها، كلمات القرآن ال 114 سورة، كلمات القرآن كلها أنت بتستعين بيها وبتستعيذ بيها من الله بالله سبحانه وتعالى أن هو يمنع عنك أي سحر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي خلق، أي شيء خلقه، سواء إنسان أو جن أو إنس، أي إنسان، من شر ما خلق. وزرع، أي وزرع، وبرأ، أي ونشر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. واحد بيحس إن راسه بتوجعه على طول أو فيه وسواس في ودنه، يقرأ سورة الناس كتير جدا، وكل ما يوصل عندي من شر الوسواس الخناس يرددها كتير، وما يأس، ما يأس، لا يأس من روح الله، لا يأس من روح من رحمة الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الظالمون، اللي بيظلم نفسه هو اللي بيأس من روحة ربنا، من رحمة ربنا. والقرآن خليه معاك على طول، اقرا قران واستغفر ربنا وتوب الى الله، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك وهيشفيك وهيمنع عنك اي سحر يجي لك باذن الله. في سؤال كده يا حضره الشيخ، واحده جات لنا سؤال على صفحه البرنامج، واحده بتسال بالنسبه للحمل، هل ممكن يكون معمول سحر الله يفتح عليك عنده او عندها يمنع الحمل؟ السحر بيمنع الحمل وبيسقط الجنين قبل 4 شهور، شهر، 15 يوم، شهر، شهرين، شهر ونص، 3 شهور، أقل من 4 شهور الجنين ممكن يقصد. وهذا السحر بيكون مسلط على الرحم إنها ما تخلفش ولا يعيش لها أولاد. وناس كتير جوني لها هي مش ليه هو، لأن الرحم لا ده هي اللي حاملة والسحر بتسلط على الرحم. وكلمني قبل كده كم جن قبل كده وأنا بنحضر على ناس، وقال أنا ساكن في الرحم، وإحنا 2 أو 3 بيكلموني بنعرفهم وبنخل نتخلص منهم بإذن الله، وحملوا وولدوا. واحد بفضل ربنا كرمه قعد يجري على الدكاترة والأطباء كتير ويدخلوه في متاهات، فقال لي مراتي بقالها 6 سنين ما حملتش، فضل ربنا قريت عليها مرتين جلستين وطلع السحر وخلفت ولد وسماها عرفات، ويوم السبوع بتاعه ذبح جمل فرحا بالله سبحانه وتعالى ان ربنا اكرمه بولد اسمه عرفات من الست اللي كان بيحبها، وربنا كرمهم وعايشين في تبات ونبات وخرج منها السحر باذن الله الحمد لله. فالسحر موجود في الرحم وله طرق، ولازم الطريقه بتاعت الرحم ان شاء الله يا اما شيخ يقرا لك قران يا اما انت هعلمك الطريقه برضو باذن الله في حلقات قادمه أنا تحت امركم، ومش هت ان شاء الله باذن ربنا، واللي اتجوزت ما تيأسي وهتخلف باذن الله طالما كان في سحر ان شاء الله ربنا هيكرم. وكتير جدا بيحصلوا بالحاجات ديت، فربنا يعافينا ويعفي عنه ويعافيك ويعفي عنكم باذن الله ان شاء الله. وكله بالقران، بالقران ما هو كله قران، انا ببني ارض القران وهعلمك ازاي تقرا القران على ميه، وازاي تشربيها، وازاي تدافع عن نفسك وتحمي نفسك من السحر اللي موجود في الرحم، من السحر اللي موجود في الرحم. ممكن اقول لك طريقه حلوه جدا دلوقتي سهله، يا اما تقري ايه الكرسي على ميه وتجيب سرنج 10 سنتي وتحطيها في نفسك بحيث الميه توصل للرحم، يا اما تحط ايدك على بدايه فتحه نزول الماء اللي هي فتحه الميه، وتحط ايدك اليمين وتقري ايه الكرسي 21 مره بس تكوني متوضيه ومصليه وعارفه ربنا وتثق ان ربنا هيشفيك. ايدك اليمين على اللحم، ايدك انت بتغسلي بنفسك كانك بتتوضي، بس تحط ايدك اليمين فوق كده على جلدك في الفتحه اللي بتنزل ميه، وربنا يكرمك تقرا ايه الكرسي 21 مره، وباذن ربنا يكرمك، والسحر اللي في الرحم هيروح باذن الله وينزل. عملتها مع واحده قالت لي والله يا عم الشيخ وانا بنقرا حسيت ان النار طالعه مني من تحت، السحر اتحرق وطلع. قلت لها فضل ربنا عليك وهذا من فضل الله، مفيش كسوفة مع نفسك، مفيش حد معاكي، تتغطي في اوضتك وفي براحتك واعملي اللي انت عايزاه، وخلصي نفسك من السحر الموجود في الرحم بتاعك واللي في المعده، تخلصي منه انت، تخلصي من نفسك وخليكي قويه، وواظبي على الصلاه، و7 ايام تقري سوره ياسين 3 مرات كل يوم بعد ما تعملي الحركه دي، وربنا يكرمك 7 ايام تواظبي على ان انت تقري سوره ياسين كل يوم 3 مرات على ميه، وتشربي من الميه، وعايزه تبخي جسمك ميه بخي جسمك ميه، ما تشتريش حاجه، ما تسمعيش كلام حد، ما تروحيش لحد اللي يقول لك روح لعطار هات اعمل سوي، هو قران ربنا، قران ربنا، قران ربنا، وباذن ربنا ربنا هيشفيك وياخد بيدك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا كده قلنا انواع السحر وكلمنا في السحر الماكول والمشروب. احنا بقى هنستقبل بعد كده هم المشاهدين زي ما هم طلبوا
ان احنا نتكلم في النقطه دي. احنا هنستنى على الصفحه بتاعتنا صفحة بإذن البرنامج بإذن هم الله. عايزين الشيخ يتكلم في ايه تاني، لان طبعا ان شاء الله احنا من ساعة ما حضرتك كنت معانا المرة اللي فاتت احنا تليفوناتنا ما بطلتش الحمد لله فضل ربنا عليك، والناس عمالة تسأل واسئلة كتير جت على صفحة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى البرنامج. وفي كمان غير كمان السحر في اسئلة كتير جدا، بس طبعا احنا عشان وقت حلقتنا وعشان طبعا الشيخ عبد الشافي اكيد مرتبط بمواعيد كتير وعنده تليفونات كتير، وهو كتر خيره ان هو جالنا النهارده وعطل نفسه. ربنا يكرمك يا رب ودعوتك لنا كلنا يا رب. ربنا يرضى عليك ورضيكم جميعا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم بحق الله وحق قران الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق هذا القران ومن انزله ومن نزل به ومن انزل عليه صلى الله عليه وسلم وبحق اياته وكلماته وحروفه ونقطه واسره ان ييسر اعمالكم جميعا ويشفيكم جميعا من جميع الامراض ويبارك لكم ويرضى عنكم ويراضيكم ويرضى عنكم ويراضيكم ويرضى عنكم ويراضيكم ويرزقكم جميعا بالحج ويجعلكم تسيرون على الصراط المستقيم ويهديكم الى صراط الله المستقيم ويبارك لكم في اعمالكم وفي صحتكم وفي اولادكم وفي بيوتكم ويهديكم الى زوجاتكم ويهدي زوجاتكم اليكم ويهديكم الى اولادكم وبناتكم ويهدي اولادكم وبناتكم اليكم ويجعلكم هداة مهدين الى طريق الله سبحانه وتعالى وينصر جميع المسلمين في جميع بقاع الدنيا ويكفيهم شر السحر والسحرة والساحرين ويكفيهم شر الكفر والكفرة والكافرين ويكفيهم شر خلق الله سبحانه وتعالى أجمعين ويكفيهم شر الإنس والجن. اللهم إني أعوذ بك وبكلماتك التامات لجميع المسلمين والمؤمنين من السحر والسحرة والكفرة والفجرة والمشركين. اللهم إني أسألك أن تحبب المسلمين في بعضهم البعض وأن تؤلف بين قلوبهم وأن ترحمه رحمة من عندك يا من رحمتك وسعت كل شيء. المسلمين أشياء من أشياءك فوسعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وانصر مصرنا العزيزة الحبيبة. وانصر جميع المسلمين في كل مكان. لبعض الدول العربية اتصلوا عليها بتدعي لمصر بس بتعيش لنا ليه؟ ندعي لجميع المسلمين في جميع بقاع الدنيا أحياء وأموات. يرحمنا ويرحمكم ربنا ويغفر لنا ويغفركم ربنا ويتقبل منا الله سبحانه وتعالى صالح الأعمال صالح الأعمال ويجعلنا جميعا قلوبنا مليئة بالحب والإخلاص لله ثم للبشر لعباد الله سبحانه وتعالى. حب وإخلاص للبشر لله وللبشر ولرسول الله ولقرآن الله وللصلاة وللعبادة ولإعمار المساجد. واحد النهاردة بيتصل عليا بيقول لي أنت بربنا يبارك لك أنا بروح المسجد كل شوية. كان المسجد فرح بيته وكان تعبان ورجله مشلولة مش عايز يمشي مش عارف يمشي برجله مين وبيشكرني مبسوط اللي انا قلت له روح المسجد ربنا كرمه بقى يروح المسجد ويرجع الخمس فروض بيصلون في المسجد ربنا كرمه السحر فك ورجله اتفكت وقال لي بقى لي ست سنين بنجر على الاطباء. امين يا رب. قلت له ما تجرش على ربنا بس ابو الاطباء كبير الاطباء هو الله وادانا القران. الله 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 اللهم جملكم جميعا بالستر والاخلاص والحب والمحبه ويملا قلوبكم حبا واخلاصا لله سبحانه وتعالى. ربنا يصلح حال حالكم ورضي الله عنكم ان شاء الله. امين يا جزاك الله كل خير. احنا معانا تليفون نهى. نهى معانا مداخله. الو الو ايوه استاذه سوما زي حضرتك. مين نهى. استاذه نهى اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اولا انا بشكر حضرتك جدا وانا سعيده جدا بلقائي ليكي كتير بجد والله. انت منورانا منورانا يا استاذه نهى. احنا معانا الاستاذه نهى هاني مصممة وفنانة هاند ميد ومنظمة معارض. هي ليها بقى دلوقتي هتقول لنا على فكرة كده سريعا. معلش يا أستاذة نهى عشان وقت الحلقة بتاعنا خلص. عايزاكي تقولي كده فكرتك سريعا اللي انت كنت عرضاها علينا من كذا شهر من فترة طويلة الحقيقة وما كانش الظروف سامحة. فكرتك كده وعن التسويق وفكرتك عن الكتالوج اللي انت اتكلمتي عنه. بصي يا استاذه سوما في ناس كتير قوي بتقول لك انا بعمل شغل حلو قوي بس للاسف بتقابلني مشكله التسويق ما بعرفش اسوق ما بعرفش اودي شغلي فين. في ناس كتير ما بتقدرش شغل الهاند ميد ولا تعبه. فانا فكره عشان خاطر اساعد بيها الناس واقدر ان انا اسوق لهم شغلهم انا عامله فكره كويسه جدا. نظام فلاير ونظام اعضاء هيخشوا معايا. طبعا اللي عايز يستفسر عن حاجه زي كده عندي الارقام بتاعتي موجوده هيتصلوا عليا وهقول لهم الفكره اللي انا بعملها. والفكره دي ان شاء الله باذن الله وهي فعلا بالفعل هي بتتعمل. هي مش لسه هتتعمل او فكره مش قائمه. لا هي فعلا قائمه والفكره موجوده وبتتعمل وفي ناس بالفعل اشتركت معايا. فاللي حابب يعرفها هو نظام كتالوج وهتبقى نظام عضويات.
هيتوزع على انحاء الجمهوريه بخلاف 6 دول عربيه، حد هيكون مسؤول في دوله من الدول العربيه هيوزعها على 6 دول عربيه، ده اللي هيقوم بعمليه التصدير للخارج البلاد. هاند ميد. تمام، هاند ميد، كل شغل الهاند ميد. الخبر ده، الخبر ده حصري، الخبر ده حصري ولا انت قلتيه في مكان قبل كده؟ لا 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 لا، الخبر ده ما اتقالش الا لحضرتك في القناه عندك انت بس. تمام. الخبر ده فعلا بالفعل ما فيش حد اصلا بيعمله، اللي هو تسويق خارجي، خارج أيوة وداخل بالضبط مصر. كده. تمام، تسويق خارجي. بعيدا بقى عن الناس اللي بيبعتوا يقول لك تصدير خارج مصر واونلاين ومش اونلاين ولا الكلام ده كله، لا، الفكره دي هتبقى فكره قائمه، وكل اللي هيحب هيشترك معايا هقول له فكرتها، وانا فعلا بدات في تنفيذ الكتالوج فعشان يعني نجمع اكبر عدد ممكن. الكتالوج ده عباره عن ايه يا استاذه نهى؟ هقول لحضرتك على حاجه، مثال بسيط جدا. شفتي حضرتك الكتالوجات بتاعت ايفون اوريفلام اه ماشي اه يعني اه تمام، هي هتبقى يعني قصدك قصدك مجله، قصدك مجله فيها المنتجات كلها باسعارها بالظبط كده. اه وهيتعمل لكل واحد اسمه تحت المنتج بتاعه وباركود ليه، عشان اللي يطلب شغل يقول لك انا عايز الكود بتاع كذا، فعشان خاطر يبقى عارف هو بيطلب ايه والمنتج بتاعه يبقى ايه. طب هو في اشتراكات للموضوع ده، موضوع التسويق، في اشتراكات او في فلوس كتير هيبقى بتدفع؟ انضبط. لا، احنا هنعمل الكتالوج. احنا مش عايزين يعني، احنا من خلال مكاننا ده مش عايزين الناس تدفع فلوس كتير، عشان انت عارفه كل فنانين الهاند ميد ظروفهم، انت عارفه ظروفهم عامله ازاي. لا، هو بصي حضرتك، هو مش هيتكلف، هو يوم ما هنقول ان الكتالوج كله هيتوزع على مجموعه وجروب، لو قلنا كل واحد هيطلع 10 جنيه او 20 جنيه لا جميل. تمام، جميل ماشي. يبقى بس انا بسوق لك شغلك وانت قاعد في مكانك، انت مش هتغرم مواصلات، مش شغلك مش هيتبهدل، مش هيروح لحد، لكن الكتالوج بتاعك كله هيلف جمهوريه مصر العربيه. تمام، ده غير ال6 دول العربيه اللي هيروح لسوق عمان، هيروح للسويد، هيروح لدبي، هيروح للامارات، هيروح في كذا اتجاه. طب ده الخبر ده احنا كده بنقوله حصري على الهوا من استاذه نهى، وانا كمان كنت اول مره اسمعه، او موضوع الكتالوج انا عارفاه من فتره طويله وهي برضو عرضته لكم. بالنسبه للمعارض، في معارض قريبه، اماكن كويسه، اماكن مضمونه؟ بالفعل في معرض معمول في قريه خان يوسف. تمام. الهرم سقاره، ده هيبقى 12 و13 و14 قبل عيد الام باسبوع. وان شاء الله باذن الله هيبقى في معرض تاني، ده هيبقى ايفنت كبير قوي، وطبعا هتمنى ان حضرتك تشرفينا فيه وتصوري لنا. طبعا طبعا ان شاء الله. المعرض ده هيبقى يوم شم النسيم، هيبقى معمول في برج القاهره. خلاص احنا بعيدا عن تنظيم المعارض والناس اللي بتسوق للناس شغلها وبتقول لهم لا وبتكسب وما يهمهمش مكسب، لا لا لا، انا بعيدا عن الموضوع ده خالص، انا طب بساهم زي العارض. طيب احنا هنستنى تنزلي لنا كل يعني تنزلي لنا كده في الجروب بتاع كل جديد في الاشغال اليدويه والفن والديكور، الجروب اللي تابع للبرنامج على الفيسبوك، تنزلي لنا كل المعلومات دي، وهنستناكي عشان الناس بتسأل على المعارض وبتسأل على كل الحاجات دي، وان شاء الله هنقوله في اللايف بإذن الله الكلام ده. وبنشكرك جدا يا أستاذة نهى. ميرسي جدا جدا، انا اللي بشكر حضرتك وسعيده جدا بمداخلتي دي. وكملي بقى الحلقه معانا مع الشيخ عبد الشافي، كملي كده الحلقه، احنا خلاص خلصنا، بس هنختم معاه بقى بكلمتين للناس عشان نطمنهم. يا شيخ عبد الشافي، عايزين نطمن الناس، الناس خايفه جدا من موضوع السحر ده وموضوع الحسد، ووعدنا انك تبقى معانا حلقات تانية. احنا معانا دقيقة واحدة نختم بيها، قول للناس كده كلمة طمنهم. اعزائي اللي عنده اي شيء بيقلمه من السحر ما يخافش، عايز يكون قوي، عنده ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى، وتأكد، لان نفس كده جدا بنقرا عليها وبتساعدني في اخراج السحر منها، بان هو بيكون قوي ما بيستسلمش للجن ولا للسحر ولا للمس، لا، بيستسلم وبيسمع قرآن وبيبقى مقتنع بالقرآن وبيساعد نفسه، لأنه هو اللي بيتعالج، مش أنا بنعالجه، أنا زي الدكتور بنعالج، بس بالقرآن، بالقرآن. حضرتك هتستقبل بقى مكالمات أي حد السادة تحت أمره إذنه كلهم، وتطمنه خالص خالص خالص، أنا ما معيش غير قرآن ربنا اللي بنعالج بيه، غير كده ما فيش حاجة، لا بنشتري أبيض ولا اسود، هو قرآن ربنا. والشيخ كتر من القرآن خيره، ما شئت لما شئت. الشيخ كتر خيره ما بيتأخرش عن حد خالص، ودي حاجة قدامي لله. وأنا شفتها، الناس بتتصل بيه بيروح لهم في آخر الدنيا، ربنا يديله الصحة والعافية يا رب، ويجازيه كل خير على كل اللي هو بيعمله مع الناس كلها. بصراحة تليفونه، أنا عن نفسي شاهد على كده، تليفونه ما بيبطلش رن، وهو بيستقبل حتى هو تعبان، حتى هو صايم، حتى هو معانا تعبينه معانا في المجال، حد عندنا بيستقبل. الأرقام بتاعته كلها موجودة على الشاشة، هيستقبلكم،
في أي وقت، يعني هو في أي وقت حتى لو هو نايم بيرد على الناس. الحمد لله، هذا من فضل ربي علي، ما بنامش كتير. هي لو نمت قوي بتبقى ساعة نص، ساعة، ساعة ونص، ده كتير قوي في النوم. وتحت أمركم ليل ونهار، ما فيش عندي أي مشكلة. أي حد عنده أي حاجة على عيني وراسي، وربنا يقدرني على إسعاده إن شاء الله بإذن الله. إن شاء حضرتك الله. بقى تقول لنا كده على الهواء، هتبقى موجود معنا في رمضان عشان الناس تستناك ولا إيه؟ في رمضان أولا فضل ربنا علينا الحمد لله كمسلمين، في رمضان تسلسل الشياطين، بتسلسل بتغل. تمام. حتى لو حد عنده سحر ما بيروح السحر منه لحد رمضان ما بيخلص. ليه؟ لأن الملائكة بتاعت ربنا وبتاعت قراءة القرآن الكتير من كل المسلمين بتملأ الأرض. فمرة بنطلع واحد عليه جن في رمضان كان لسه في بداية شغلي، كل ما يبص عشان يخرج مش قادر يخرج من الملائكة اللي محاصرة الأرض كلها وحوالين مننا. سبحان الله. فاتصلت بزميل، كنت لسه في بداية شغلي، فاتصلت بزميل لي قال لي يا عم الشيخ أنت ناسي إن هو مش قادر يخرج، خايف الملائكة، خايف من ما فيش، ما يقدرش يمشي قدام الملائكة. فسيبه وثبته لحد اخر رمضان، وبعد العيد روح خرجه بقى، خرجه وفضل ربنا رحت عليه برضه بعد ما خلص رمضان، رحت خرجته من عليه، بس كان هادي وخالص في رمضان ما فيش اي شيء. فانت في رمضان بفضل ربنا عليك بيحميك القران والملائكه بتحميك، كتر قرايه القران في الارض بتحمي الملك كلها بتبقى في الارض، لدرجه ان ما فيش حد ملك، ما فيش واحد مننا من الجن بيبقى ليه موضع قدم من كتر الملائكه الموجوده على الارض بين الارض والسماء. فبقى يبص للشباك وعايز يخرج ويبص لي، يعني يا عم الشيخ انت بتظلمني، انا مش قادر اخرج، مش قادر، هروح فين؟ ففضل ربنا عليا استعنت بصديق ليا كنت لسه بدايه شغل، الكلام ده من 7-8 سنين، وقال لي يا عم الشيخ اصبر عليه لغايه بعد العيد، وفضل ربنا عليه خلص رمضان ورحت خلصته باذن الله. ففضل ربنا عليكم جميعا في شهر رمضان، اللي يحتاجنا تحت امركم، بس مش هيطلع منه جن، هنفك سحر هنفك السحر لكن اللي معاه مس مش هيخرج منه، هيتن لحد بعدين وممكن اخرجه. في ناس بتبقى طالبه حجامه، السحر لسه ما وصلش للمس، ده بيتفك بفضل ربنا علينا. اتفضل. وبرده الصلاه يعني برده بيحمي الصلاه طبعا، ده مواظب. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الصلاه، انا بقول للناس وعن الوضوء يعني وللناس ولازم تكون بتصلي. اللي ما بيصليش وروح له في كل السحر بعد شويه هيلبسه تاني وهيجي له تاني كأنه ما عملناش حاجه. لازم يصلي ويواظب ويلتزم بتعليم الدين وبتعليم الله سبحانه وتعالى وبالمساجد. الرجال المساجد انما يعمروا مساجد الله من امن بالله. ما يبقاش الاذان بيأذن جنب منك والمسجد جنب منك، والله بينه وبين المسجد ما يجيش 50 متر ان شاء الله، 15 خطوه. مش عايز يصلي في بيصلي في بيته، ما بيصليش في المسجد. ليه يا ابني؟ ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهدينا جميعا ان شاء الله باذن الله. وانما يعمر مساجد الله من امن بالله ونعم بالله واليوم الاخر. ربنا يجعلنا كلنا مؤمنين. وينزل السكينه والطمانينه في قلوبنا كما انزلها في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا، فاللهم زدنا ايمانا فوق ايماننا، وزدنا تقوى فوق تقوانا جميعا ان شاء الله وباذن الله. وربنا يبارك فيكم ان شاء الله، وتفرحوا جميعا باولادكم وبناتكم، ويفرح جميع المسلمين الشباب بالصالحات من شابات المسلمين، ويفرح جميع شابات المسلمين بالصالحين من ابناء المسلمين، ويرزقهم بالذريه الصالحه يا رب العالمين، ويكفيهم شر السحر والحسد والوجع والالم والصداع والحسد والعين الحاسده الغاشمه الغادره. امين يا رب قبل العالمين. قبل ما تشوف اي حد قل بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، عشان ما فيش حسد يحسد حد. طبعا احنا للاسف وقت حلقتنا انتهى، وان شاء الله برضو امركم في اي وقت ربنا يجازيك كل خير، واحنا بنوعدكم ان شاء الله ان هيكون في كماله للحديث ولمواضيع كتير جدا مهمه إن شاء الله. وحلقتنا انتهت، والشيخ عبد الشافي نورنا ربنا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. استنونا والسلام.